بين أفريقيا وأوروبا وبين حرب النفوذ وحلم الهجرة حبل مشدود بين القارتين محكوم بالقلق المتنامي بسبب ما تحدثنا عنه قبل قليل انقلاب النيجر. دون النيجر ستنهار استراتيجية أوروبا، هكذا حذر رئيس برنامج الساحل التابع لمؤسسة كونراد أدناور الألمانية. الهجرة لطالما كانت سبباً في اعتبار القارة العجوز لمنطقة الساحل ذات الأهمية الاستراتيجية. النيجر حالها كحال جارتيها الغربيتين مالي وبوركينا فاسو، ومالي تمثل مركز عصابات التهريب والهجرة غير النظامية والإتجار بالسلاح بحسب الأمم المتحدة. هذه العصابات عادة ما تتخذ من دول الساحل معبراً لها بهدف الوصول للوجهة النهائية، حدود القارة الأوروبية. وبالنظر إلى مسارات حركة المهاجرين، تمثل النيجر محطة عبور للقادمين من مالي وبوركينا فاسو وأحياناً بنين. الوضع مماثل للقادمين من الحدود النيجيرية من مدينة كانو النيجيرية إلى مدينة زندر في النيجر. والمحطة التالية للمهاجرين عادة ما تكون إما ليبيا أو الجزائر، وبالنسبة للجزائر المهاجرون عادة يسلكون معبر أسامكا الحدودي ثم يتوجهون إلى مدينة تامن راست، وكذلك الأمر في الحدود بين النيجر وليبيا عبر معبر توم الحدودي قبل التوجه إلى مدينة سبها. بعد الوصول إلى شمال أفريقيا، حلم الحياة قد يتحول إلى كابوس، وفي أي لحظة التوجه نحو أوروبا عبر قوارب الموت. لطالما كانت إيطاليا وجهة مفضلة للمهاجرين السعين للوصول إلى أوروبا عبر طريق المتوسط، وليبيا كانت حتى وقت قريب نقطة الانطلاق المفضلة للمتجهين نحو إيطاليا. في عام 2016 وصل 180 ألف شخص إلى إيطاليا من ليبيا. في العام التالي بدأت الحكومة الإيطالية في تدريب خفر السواحل الليبي لينخفض عدد المهاجرين منها بنسبة 55%، كما أن من أعيدوا إلى الشواطئ كانوا يشكون سوء المعاملة، ما كشف عنه من تعذيب واغتصاب في مراكز الاحتجاز الليبية. حلت تونس نقطة انطلاق الهجرة الأولى في عام 2020، مرتبة يراها الرئيس التونسي بمثابة خطة إجرامية لتغيير التركيبة الديموغرافية لبلاده. تصريحاته في فبراير الماضي أشعلت أزمة دبلوماسية مع الجيران الأفارقة، وما نراه مع ليبيا الآن هو الدليل. لكن هذه التصريحات لم تمنع سياسة الحزم التونسية تجاه المهاجرين، نظرية تتطابق مع نظرية الاستبدال العظيم التي يتبناها أقصى اليمين الأوروبي المخطط لاستبدال سكان أوروبا البيض بالمهاجرين من أفريقيا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.